وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ دعاء وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك دكتور حامد. نتحدث الآن عن أن منظمات دولية عديدة متعلقة إما بالإغاثة الإنسانية أو بالإغاثة الطبية أو بالإغاثة الغذائية تستنكر ما يحدث الآن في غزة، هل لذلك مردود؟ طبعا ما يحدث في غزة هو جريمة بكل ما تحمل الكلمة، بجريمة ضد الإنسانية، لأن ما تقوم به إسرائيل وقوات الاحتلال الإسرائيلي وتصريحات واضحة من وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أكد على أنه قام بقطع الماء والكهرباء ووصول الإمدادات الغذائية وأيضا قطع حتى الصرف الصحي، كلها تؤكد على أن هناك خطة ممنهجة من جانب إسرائيل للتحرك في العمل على صعوبة الحياة داخل قطاع غزة، مما يؤدي إلى تنفيذ مخططها بشكل واضح لإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها والعمل والتحرك بشكل كبير في خدمة أجندات واضحة لهذه الحكومة التي تسعى بكل قوة إلى هدم القضية الفلسطينية وضربها في مقتل. ولكن هذه التحركات أو هذه التصريحات لابد أن تتم يعني بلورتها على واقع الأرض، ليس هناك مجال للتأخر في دعم قطاع غزة الذي يتعرض لكل أنواع الإبادة الجماعية والحرب الشاملة التي لا تؤدي إلى تواجد حياة في هذه البقعة. يعني حصار امتد لأكثر من 16 عام والآن يمتد هذا الحصار لليوم الخامس، يعني الكهرباء في قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى أن تقطع، يعني هناك حوالي 300 ألف لتر فقط من الوقود للمحطات الكهربائية تنتهي في حوالي من 10 إلى 12 ساعة، وده دلالة واضحة على حجم المعاناة اللي بتعيشها بيعيشها شعب غزة، وبتتعرض إلى الكثير والكثير من المحن التي يدين لها الجبين وتصبح جريمة في حق المجتمع الدولي وفي حق المنظمات الدولية التي عليها أن تتحرك لإيصال الدعم الحقيقي إلى هذه البقعة المشردة البائسة التي أصبحت العيش فيها أمرا صعبا ومستحيلا. نعم. طيب دكتور حامد، نتحدث الآن عن حصار منع كل الإمدادات المطلوبة حتى يكون هناك إنسان يعيش في هذه المنطقة، إمدادات متعلقة بالصحة، إمدادات متعلقة بالغذاء، إمدادات طبية. نتحدث أيضا عن قصف لكافة أنواع المنشآت سواء تعليمية سواء طبية سواء مدنية. قواعد الحرب، هل هذه من ضمن قواعد الحرب أم خارجة للقواعد؟ دي خارقة لكل أنواع الحرب، لأن الحرب حتى قبل أن تكون عسكرية هي حرب لابد أن تتسم بالإنسانية. عندما تقوم بقصف المنازل للعزل والذين لا ينتمون لأي طيار والذين يريدون أن يعيشوا حياة متزنة وحتى ليست حياة كريمة، حياة طبيعية، يعني يعيشون فيها بشكل طبيعي وبسيط ولا تعطي لهم قوات الاحتلال أي فرصة للعيش الكريم، يعني هي نظرية واضحة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتحرك في كيفية إفراغ القضية الفلسطينية ومحاولة تنفيذ يعني سياسة الأرض المحروقة. يعني بالأمس وأول أمس كان هناك نظرة واضحة من كمية الاعتداءات وكمية القصف العشوائي لكل مكان في قطاع غزة، أقدم ثالث كنيسة في العالم تم هدمها، بالإضافة إلى أكثر من 20 مسجد، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف الفلسطينية، بالإضافة إلى وزارة المالية الفلسطينية، بالإضافة إلى المرافق الصحية، بالإضافة إلى البنية التحتية، وده لا يتفق مع لا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في حقه إسرائيل كل جريمة يندى لها الجبين. وبالتالي المجتمع الدولي تخاذله بهذا الشكل يدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي للتحرك في تنفيذ جريمة أكبر وهي الاجتياح البري لغزة، واللي ده هيترتب عليه يعني كارثة في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. عليها أن تراجع نفسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليها أن تراجع نفسها بشكل كبير، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير سواء على محاولات دمج إسرائيل في المنطقة العربية
سيؤثر على برامج التطبيع مع الدول العربية، سيؤثر على شكل المنطقة العربية في الفترة القادمة، في ظل أن الدولة المصرية كشفت مخطط إسرائيلي ونجحت في إفساده، وهو مخطط توطين الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية من جذورها. وده يعني كانت بيان الدولة المصرية بالأمس هو بيان كاشف لمخطط إسرائيلي حقير ترد بمجابه وعد القضية الفلسطينية. ولكن الدولة المصرية عندما تتحرك في هذا الاتجاه تتحرك في إطار دورها المحوري والرئيسي لدعم القضية الفلسطينية، للعمل على الحفاظ على الأرض الفلسطينية، للحفاظ على شرعية بقاء الدولة الفلسطينية، على شرعية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته العادلة المستقلة. ثم بعد ذلك تأتي السيادة المصرية التي هي خط أحمر غير مستباحة، وده بشكل واحد واضح يدل على أن الدولة المصرية عندما تدعم القضية الفلسطينية لأجل القضية الفلسطينية، باعتبار مصر كانت دائما وأبدا هي المدافع الأول عن هذه القضية المحورية والتي يعتبرها كل المصريين وعلى رأسهم القيادة السياسية أنها قضية مصرية بامتياز. نعم، طيب حضرتك ذكرت نقطة أن لابد على إسرائيل أن تعي أن ما تقوم به سيغير من الخريطة. طيب هناك تصريحات فعلية من قبل الجانب الإسرائيلي أن ما يحدث الآن سيغير من خريطة الشرق الأوسط، وهذا شيء لا يزعجهم على الإطلاق. إذن ما الجديد الذي من الممكن أن يردعهم عما يقومون به؟ ظني وتقديري أن إسرائيل ستفتح عليها أبواب جهنم إذا أقدمت على الاجتياح البري لغزة وللأرض الفلسطينية، لأني سنتحول بشكل كبير إلى منحنى لا يحمد عقباه، وهي تدخل بشكل واضح لكي تتحول هذه المنطقة لصراع. ولكن ليس هذه المرة يا أستاذ دعاء صراع إقليمي، ولكنه صراع دولي إقليمي أو إقليمي دولي بشكل أدق، لأن هناك أطراف ستدخل في هذه المعركة بشكل كبير وستدعم المقاومة الفلسطينية، في ظل كما يعلم القاسي والداني أن هناك نوع من أنواع التعاون الاستخباراتي الوثيق بين إيران وحركة الجهاد وحركة المقاومة وحركة حماس المقاومة الفلسطينية، وده سيؤدي إلى نوع من أنواع عدم استقرار في المنطقة. وهذه الجزء تحديدا تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تدرك خطورة الاجتياح البري لغزة، لا تدرك أنها تدخل المنطقة في نفق مظلم. هناك أيضا تدخلات من جنوب لبنان، هناك تدخلات من سوريا، وأيضا ما أشار إليه الحوثيون بالأمس من أنهم سيقومون بدعم المعارضة بالأسلحة. حضرتك بتقول وأن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تدرك، لكن حتى الأمس كانت كل التصريحات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الدعم لإسرائيل فيما تقوم به في هذه الفترة، تصريحات الرئيس الأمريكي، تصريحات البيت الأبيض، كلها تتحدث عن المزيد من الدعم. إذن أيضا ما زلنا عند نفس النقطة، ما الذي سيرجعها؟ سيرجعها تهديد أمن إسرائيل، أمن إسرائيل على المحك، أمن إسرائيل يعني يتم بيديها وبيد إسرائيل تنسج كماشة حوالين حدودها لن تستطيع الخروج منها. يعني سيتم قصف بشكل واضح من قبل حزب الله اللبناني لشمال إسرائيل من جنوب لبنان، سيكون هناك جبهات كثيرة ومتعددة وما يطلق عليه حرب الساحات، وده توحيد المواقف بشكل كبير تجاه العمل على تهديد أمن إسرائيل. إذا تدخلت الولايات المتحدة بدعم عسكري لإسرائيل ستواجه بعد تدخل إيران، ستكون المنطقة الآن على شفا ليست حرب إقليمية، ولكن ستكون من الممكن جدا أن تتحول إلى حرب شاملة، بمعنى أن تكون المنطقة بؤرة ملتهبة تتداخل فيها القوى الدولية. وبالأضافة إلى أن هذا التدخل في قطاع غزة يغذي الجماعات الإرهابية المسلحة التي من الممكن جدا أن تنتشر في هذه المنطقة وتقضي على الجهود المصرية التي نجحت في القضاء على التنظيمات الإرهابية خلال العشرة أعوام الماضية. ولابد من أن يوضع في الاعتبار هذا الموضوع تحديدا، لأن الدولة المصرية وجهود الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية نجحت في
القضاء على الكثير من التنظيمات الإرهابية، ولكن اشتعال هذه الحدود وفي هذه المناطق المتفرقة يجعلنا أمام بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، وده هيؤثر بشكل كبير على أمن إسرائيل في المقام الأول. وبالتالي حتى الولايات المتحدة عندما تتدخل عسكريا لدعم إسرائيل لن تستطيع، لأنها ستكون حرب فوضوية، ليست حرب عادية أو تقليدية كما يتوقع الأمريكان أو كما تتوقع إسرائيل، ولكنها ستؤدي إلى فوضى في المنطقة بشكل كبير. وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أنها لابد أن توقف تدخلها السافر والمتعجرف لصالح إسرائيل. شاهدنا 8 مليار دولار، شاهدنا أيضا يعني دعم عسكري بالسلاح، وبدلا من أن تكون وسيط مقبول به وتتحول إلى وسيط يسعى إلى إنهاء هذه الحرب والرضوخ للرؤية المصرية الثاقبة، لأن مصر لديها رؤية استشرافية وحذرت مرارا وتكرارا أن الإجراءات وهذه الجانب من جانب إسرائيل يدفع المنطقة إلى حافة الهوية ويؤدي إلى تأجيج الصراع بشكل أعمق وبشكل أوسع، وهو ما نشاهده الآن بشكل واضح. وعلى ذكر تأجيج الصراع، القصف الذي تقوم به إسرائيل، ومنذ الأمس كنا نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، أن هذا القصف المكثف لكافة مناحي الحياة وأيا كان المبنى وأيا كان المنطقة يتم قصفها، أن هذا بمثابة التخيير بالنسبة للمواطن في غزة بين الموت أو النزوح. لماذا الآن إسرائيل اختارت هذه النقطة أو هذه ردود الأفعال؟ يعني في ظني وتقديري أن إسرائيل يعني أرادت بشكل واقعي استغلال الحادث التاريخي الذي حدث من المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة في إسرائيل لاستخدام هذا الحدث لتطبيق القضية الفلسطينية. ولكن ذكاء القيادة السياسية المصرية والمسؤولين المصريين في إظهار هذا المخطط سيدفع إسرائيل للتفكير كثيرا ومليا في إقدامها على اقتحام غزة، لأن إسرائيل من الممكن جدا أن تدخل قطاع غزة نتيجة عمليات سواء برية سواء بحرية سواء، وتحاول أن تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة وتحتل قطاع غزة والعودة مرة أخرى. وهناك بعض المحللين الإسرائيليين الذين يتجهون إلى ترجيح هذا الاتجاه، ولكن في ظني وتقديري نحن نتحدث عن 2 مليون مواطن في غزة، أين يذهبون عندما تغلق عليهم كل الاتجاهات للعيش، عندما تمنع عنهم الحياة؟ وبالتالي امتداد الأفق السياسي للشعب الفلسطيني بشكل عام يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تدرك أن هناك خطورة حقيقية على استقرار الشرق الأوسط برمته، وليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأرض الفلسطينية، ولكن الممكن أن نشهد صراع في البحر الأحمر، أن نشهد صراع في اليمن، أن نشهد صراع في سوريا بشكل واضح، في لبنان، في العراق. تتداخل الأمور بعضها مع بعضها البعض لتصبح حرب مشتعلة تتحمل نتيجتها في المقام الأول هي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.